أبنائي طلبة الصف السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا شرح منهج الصف السابع لمادة الرياضيات، ونتناول بمشيئة الله تعالى بند 2.8 ترتيب العمليات في الوحدة الثانية صفحة 98. بداية، أوجد ناتج ما يلي: 1 6 صحيح و 2 جزءا من 10 زائد 3. أولا، لاحظوا شباب، عشان تجمع الأول ده عدد عشري، أما الثلاثة هنا عدد صحيح. من الأخطاء إن نجد بعض الطلبة يجمع 2 مع الثلاثة يقول 5، وبعدين نزل الفاصلة ونزل 6 يقول 6 صحيح وخمسة أجزاء من 10، وهذا خاطئ لأن الثلاثة صحيح. فهنا لما تجمع ضع فاصلة على يمين الثلاثة ثم ضع صفر لكي يكون للعددين نفس المنازل اللي على يمين الفاصلة. لاحظوا هنا منزلة واحدة على يمين الفاصلة، وهنا منزلة واحدة على يمين الفاصلة. ابدأ بعد ذلك الجمع، نجمع الأجزاء من 10 مع الأجزاء من 10، ونجمع الأحاد مع الأحاد. طيب 2 زائد 0 هيعطيني 2، والفاصلة العشرية هتنزل، و 6 زائد 3 9، يبقى إذا الناتج 9 صحيح و 2 جزءا من 10. ظل الألف إذا كانت العبارة صحيحة، وباء إذا كانت خاطئة. 3 أس 2 بيساوي 6. طبعا هنا التلاتة مرفوعة للقوة 2، أو تلاتة أس 2، أو مربع العدد تلاتة شباب، معناه التلاتة مضروبة في نفسها مرتين، يعني تلاتة ضرب تلاتة، وتلاتة ضرب تلاتة بيساوي 9. يبقى إذا تلاتة أس 2 بيساوي 6 تعتبر خاطئة، لأن احنا اتفقنا إن هي بتساوي كام؟ بتساوي 9. تدرب واحد بيقول له أوجد ناتج ما يلي: ألف 6 زائد 3 ضرب 7. في عندي عمليتين، في عندي عملية جمع وعملية ضرب. هنا أولا هتضرب، يبقى أضرب أولا ليه؟ لأن عملية الضرب عملية جمع متكرر، فهنزل الستة كما هي أول، ثم أضرب 3 ضرب 7 هيعطيني 21، هجمع الستة والواحد وعشرين هيعطيني الناتج 27. يبقى الضرب يسبق الإيه؟ يسبق الجمع. ب 7 زائد 18 تقسيم 3. هنا هنجري عملية القسمة أولا قبل عملية الجمع. ليه؟ لأن عملية القسمة هي عملية طرح متكرر. فهنبدأ ال 18 تقسيم 3 فيها كام؟ فيها 6. طب والسبعة اللي في الأولى دي تنزل كما هي ما تتغيرش، يبقى السبعة هنزلها كما هي، وأقسم 18 على 3 وأكتب فيها 6، وأجمع بعد ذلك 7 زائد 6، الناتج يكون 13. تدرب 2 صفحة 99، بيقول لدى أحمد آلة حاسبة علمية، يريد أن يعرف كيف توجد الآلة الحاسبة قيمة 4 أس 3. الآلة الحاسبة إزاي بتحسب 4 أس 3؟ الآلة الحاسبة عشان تحسب 4 أس 3 بتكتبها في الصورة البسيطة، يعني بتضرب الأربعة في نفسها 3 مرات، 4 ضرب 4 ضرب 4، فيصير الناتج 64. يبقى فك الصورة الأسية يتضمن عملية ضرب، والضرب جمع متكرر، لذلك نبدأ أولا بفك الإيه؟ بفك الأسس. ده في ترتيب العمليات. لذلك نلخص الكلام اللي ذكرناه: عندما يكون لدينا مسألة تتضمن عدة عمليات حسابية بدون أقواس، نقوم أولا بفك الأسس والجذور. يبقى أول شيء أشوف المسألة فيها أسس وجذور ولا لا. طيب تاني شيء، ثم بإجراء عمليات الضرب والقسمة. طبعا الضرب والقسمة يكون من اليمين لليسار، يعني الضرب لو سبق أصبح من اليمين على يمين القسمة، يبقى الضرب الأول. القسمة كانت على يمين الضرب، يبقى القسمة الأول، اللي يجي باليمين يتحسب الأول. طيب ثم بعد ذلك عملية الجمع والطرح. عملية الجمع أو الطرح أيضا بتكون من اليمين إلى اليسار.
في عندي استضرب 3 بيقول لي اوجد ناتج 5 زائد 4 اس 3. طبعا زي ما اتفقنا ادي السؤال فيه هنا اسس، يبقى هنبدا بفك الاسس. يبقى الخمسه زي ما هي ونبدا نفك 4 اس 3. ال 4 اس 3 عباره عن 4 ضرب 4 ضرب 4، 4 ضرب 4 16 ضرب 4 هيعطينا 64، و5 زائد 64 هيعطيني الناتج 69. ب 7 ناقص جذر 16، هنجيب اول شيء جذر ال 16، جذر ال 16 4، يبقى ال 7 هنزلها كما هي مش هغيرها، وانزل علامه الطرح واحسب جذر ال 16 اللي هي 4، ثم ابدا عمليه الايه؟ عمليه الطرح. 7 ناقص 4 هيعطيني 3. ترتيب العمليات. صفحه 99 تدرب 4 بيقول لي احسب قيمه ما يلي: 3 زائد 2 ضرب 7. اولا احنا متفقين العمليه هنا في جمع وفي ضرب، واتفقنا ان الضرب بيسبق الايه؟ بيسبق الجمع. يبقى هنجري عمليه الضرب الاول، يبقى نضرب 2 في 7 ب 14، يبقى 3 هتنزل كما هي وانزل عمليه الجمع، وبعدين اضرب 2 في 7 يصير 14، واجمع 3 زائد 14 هيعطيني الناتج 17. طبعا نلاحظ يا شباب انه يمكننا ان نستخدم الاقواس لتغيير ترتيب العمليات. يعني لما يكون عندك مسألة والمسألة دي تتضمن أقواس، أولا تحسب ما بداخل الأقواس، وبعدين تتبع قواعد ترتيب العمليات. لاحظوا في ب 3 زائد 2 ضرب 7، لاحظوا 3 زائد 2 بين قوسين. طب الواحد يقول لي يا أستاذ في عملية جمع وعملية ضرب، يبقى الضرب يسبق. لا، طالما في أقواس يبقى اللي داخل الأقواس يتحسب الأول. يبقى هنحسب 3 زائد 2 هيعطيني 5، بعدين ضرب مين؟ ضرب 7، 5 ضرب 7 هيعطيني الناتج 35. لاحظ في ألف وباء نفس الأعداد، ولكن الأقواس خلت النتيجة مختلفة. تدرب 5، 10 ضرب بين قوسين مكتوب جذر 9 زائد 3 صحيح و4 أجزاء من 10. طبعا اتفقنا اول شيء بحسب اللي من ضمن القوسين او بين القوسين. طيب في مشكلة بتواجهني، بين القوسين في جذر 9، يبقى نحسب الجذر الاول. يبقى هيكون عندي العشرة هنزلها كما هي، علامة الضرب كما هي، هفتح قوس جذر 9 اللي هو كام؟ جذر 9 اللي هو 3 زائد انزلها 3 و4 من 10، هنزلها، ثم بعد ذلك احسب اللي بين قوسين، يبقى العشرة هتنزل كما هي، بعدين ضرب، عندي 3 زائد 3 صحيح و4 من 10، يبقى 3 و3 6، يبقى 6 صحيح و4 من 10، جمعت الصحيح مع الصحيح والأجزاء مع الأجزاء. هنا الثلاثة ما في عندها أجزاء، تمام، يعني الأجزاء بصفر، فصفر وأربعة أربعة، نزل الفاصلة، و3 و3 6. 10 ضرب 6 صحيح و4 أجزاء من 10، هنحرك الفاصلة خطوة واحدة جهة اليمين، فيصبح الناتج 64. تمرن في صفحة 100 بيقول استخدم الأقواس ليكون ناتج العملية التالية صحيح: 7 ضرب 9 ناقص 3 بيساوي 42. عايز أضع أقواس بحيث يكون الناتج صحيح. طبعا أنت هنا بتخمن، يعني في الأول بتضع الأقواس، مثلا 7 ضرب 9 هحطها بين قوسين، تمام، بعدين ناقص 3، 7 في 9 63، ناقص 3 يعطيني 60، طب هنا 42 يبقى ما تنفعش. طب تعالى نضرب القوسين بين 9 وال3 هنا، يبقى 9 ناقص 3 هي اللي بين قوسين، يبقى 7 ضرب 9 ناقص 3، 9 ناقص 3 كام؟ 9 ناقص 3 6، و7 ضرب 6 يعطيني 42، يبقى دي صحيحه. الثانيه بقى نفس الفكره، 15 تقسيم 3 زائد 2، عايزين ناتج 7، يبقى هنقول 15 تقسيم 3 فيها الخمسة، لو زدناها 2 يعطيني 7، يبقى احط الأقواس. طبعا ال 15 تقسيم 3 هي اللي هتكون بين القوسين. تمرن 2، اذكر أي عملية عليك إجراؤها أولا، ومن ثم احسب قيمة كل ما يلي: ألف 12 زائد 5 ضرب 4. طبعا هنا في عملية جمع وعملية ضرب، اتفقنا ان الضرب يسبق
الجمع يبقى هأجري عملية الضرب الأول. تعال نحسبها، هنزل 12 كما هي وأضرب 5 ضرب 4 هيعطيني 20، يبقى 12 زائد 20 هيساوي الناتج 32. عندي في جيم بيقول لي 18 ناقص 30 تقسيم 5. طبعا في طرح وفي قسمة، طبعا القسمة تسبق الايه؟ تسبق الطرح. يبقى هنجري عملية القسمة اولا، ال 18 هنزلها كما هي ونزل عملية الطرح، ثم 30 تقسيم 5 هيعطيني 6. هبدأ عملية الطرح، 18 ناقص 6 يعطيني 12، يبقى اذا الناتج بيساوي 12. واو بيقول لي 8 ضرب وبين قوسين في 10 ناقص 4. طبعا ما بداخل الاقواس يحسب اولا، يبقى هنجري عملية الطرح اللي بين قوسين، يبقى 8 ضرب ونفتح. طبعا هنا يا شباب بين اقواس 10 ناقص 4 بيساوي 6، سواء حطيت 6 بين قوسين صح سبتها كما هي صح، يعني على طول اكتبها 8 ضرب مين؟ ضرب 6، و 8 ضرب 6 هيعطيني 48. ط 10 اس 2 ضرب 3 زائد 40. انا عندي هنا في اسس وفي ضرب وفي جمع، اتفقنا الاسس اولا، يبقى 10 اس 2 يعني 10 ضرب 10، و10 ضرب 10 اللي هي 100. ضرب هنزل الثلاثة كما هي زائد ونزل 40 كما هي. يبقى أول شيء فكينا الأس، 10 أس 3 كتبناها 100، وباقي المسألة كتبناها كما هو، ضرب 3 زائد 40. ثم بعد ذلك أنا عندي في الخطوة اللي بعديها في عندي ضرب وعندي جمع، الضرب يسبق الجمع، يبقى هضرب الأول 100 ضرب الثلاثة، 100 ضرب 3 يعطيني 300، بعدين زائد كام؟ زائد 40، 300 زائد 40 هيساوي 340. غين 24 تقسيم 3 زائد جذر 49. أنا عندي هنا في قسمة وفي جمع وفي جذور، يبقى إجراء أول شيء قيمة الجذر الأول نحسب، يبقى هنحسب الجذر أولا، يبقى ال 24 هتنزل كما هي والقسمة كما هي والثلاثة كما هي وجذر 49 7. الخطوة اللي بعدها أنا عندي عملية قسمة وعملية جمع، يبقى نجري عملية من الأول، عملية القسمة، 24 تقسيم 3 فيها 8 و 8 زائد 7 يعطيني 15، ف 4 ضرب 5 ناقص 27 تقسيم 3 زائد جذر 16. طبعا هنوجد الجذر أولا، هنزل المسألة كاملة كما هي وأوجد جذر 16، جذر 16 اللي هو 4. ثم بعد ذلك عندي عملية ضرب وعملية طرح وعملية قسمة وعملية جمع، طبعا عارف ان الضرب والقسمة لهم نفس الترتيب والجمع والطرح لهم نفس الترتيب، ولكن اللي بيجي على اليمين في الضرب والقسمة بيحسب اولا، فانا عندي ضرب وقسمة، مين تحسب الاول؟ اللي جاي على اليمين، يبقى هجري عملية الضرب اولا، يعني هضرب 4 في 5 يعطيني 20، تمام. ثم بعد ذلك عملية هنا اصبحت عملية عندي طرح وقسمة وجمع، هأجري عملية القسمة، 27 تقسيم 3 يعطيني 9، بعدين زائد 4، عندي طرح وجمع، هبدأ من اليمين اليسار، 20 ناقص 9 هيعطيني الناتج 11 زائد 4 يساوي 15. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.